ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء ولدى المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يخص قانون البنكي، مادة القانون البنكي، وهناك نتكلم على كل ما يتعلق بالحصص على الخصم، كل ما هو مرتبط بالخصم، بهذه العملية ديال الخصم. وبعد حصة غنشوفو من بعد ما شفنا انخداع الخصم، وشفنا عاوتاني انخداع الخصم عن طريق اتفاق الطرفين، دابا غنشوفو انخداع الخصم عن طريق فسخ العقد، انخداع الخصم عن طريق فسخ العقد. والخصم جاء في مدونة التجارة، هو منصوص عليه في مدونة التجارة، قلنا في الباب السادس، وجاء في المادة 526، حيث كتقول المادة أن الخصم عقد يلتزم بمقتضى المؤسسة البنكية بأن تدفع قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يفي بها الملتزم الأصلي والمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة. وفي المادة 527 كتقول بأن في حالة وجود اتفاق صريح يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ المظاهر، وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابل للتغيير. أما في المادة 528 المادة الأخيرة كتقول بأن للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالمستندات المخصومة، وللمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات. وهنا غندخلو دابا من بعد ما شفنا النصوص اللي منظمة الخصم في مدونة التجارة، خصوصا في الباب السادس، غنشوفو دابا من بعد ما شفنا انقضاء الخصم، وشفنا حصة أخرى انقضاء الخصم بعد ما انقضاء الخصم باتفاق الطرفين، دابا غنشوفو انقضاء الخصم عن طريق فسخ العقد. إذا هو كيخدع، بطبيعة الحال، قلنا عقد، إذا يخدع عقد الخصم باعتباره من العقود التبادلية من حيث إمكانيات فسخه العامة العقود، وهو جزاء يرتبه القانون بسبب عدم تنفيذ أحد الطرفين لما التزم، ويمكن للعميل أن يلجأ إلى طلب استرداد السند في الحالة التي يرفض فيها البنك تجاهه ويضع رهن إشارة مبلغ الخصم. وفي المقابل يمكن للبنك هو الآخر أن يطلب في الخصم إذا ما رفض العميل أن يظهر إليه السند، وإن كل من الطرفين ملزم بتنفيذ التزامه باش بأتم بالتزام ديالو تمام، وذلك في الحدود المرسوة في الاتفاق، وأيضا بتسليم السند من طرف مقابل وضع هذا المقابل لتوضع وضع مبلغ الخصم في من قبل الآخر. أيضا غالبا ما تتم المطالبة بالفسخ في جانب من جانب البنك، ولهذا فهو يحرص على إدراج بعقد الخصم بفسخ بمقتضى العقد تلقائيا وبقوة القانون بدون حاجة إلى استرداده تفاديا لمصاريف الدعوى، غير أن البنك حتى في حالة تحقق شرط الفسخ ليس على التنفيذ به،
وإنهاء عملية الخصم، بل له الصلاحية في عدم التمسك به وإثارة، ويترك العملية تسير سيرها الطبيعي، والفسخ يكون بأثر رجعي. أي يجب هذه الحالة إلى يرجع هذه الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، فتعود بذلك ملكية الورقة إلى الدفع الذي بدوره يرد ما تسلمه إلى البنك الخاص. رأينا كيفاش العملية ديال الخصم كتنقالي عن طريق فسخ العقد. إذن أعيد أهم الأهم قبل توديعكم، قلنا هذا انقضاء الخصم عن طريق فسخ العقد هو كيخضع باعتباره من العقود التبادلية من حيث إمكانية فسخه العامة في العقود، وهو جزاء يرتب القانون بسبب عدم تنفيذ أحد الطرفين لما التزم، ويمكن للعميل أن يلجأ إلى طلب استرداد السند في الحالة التي يرفض فيها البنك أخذه، فيضع ورانا إشارته مبلغ الخصم، وفي المقابل يمكن للبنك والآخر أن يطلب هذا الخصم إذا ما رفض العميل أن يظهر إليه السند. هذه هي جملة المفاهيم المتعلقة بانقضاء الخصم عن طريق فسخ العقد، ونقف في هذا الحد مع تشكراتي لجميع الزملاء والأصدقاء، وإلى المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، وبالله التوفيق.